مشاهدينا، السفر عبر موسيقى الشرق الأوسط مع بيت العود العربي في قصر الموجعي في مدينة العين، هذا كان عنوان الحفل الموسيقي الذي أحياها نخبة من أساتذة بيت العود العربي، حيث رافقهم في هذه الرحلة الموسيقية النجم الأذربيجاني شهريار إيمانوف. نتابع هذا التقرير معا. Əlbəttə ki, çox həyəcanlı idi. Çox əlbəttə ki, çox həyəcanlı idi. Çox qürur verici, çox sevincli idi bu cür publikanın da çıxış eləmək. Əlbəttə ki, biz sənətçilər üçün əsas olan, önəmli olan bizi dinləyib, bizi qiymət verməkdir. O da bugünkü gün açıq-aşkar bəlli idi. Çox sağ olsun publikada insanlar da ki, bu cür alqışları ilə, bu cür sevincləri ilə bizi qarşılayırdılar. Əlbəttə ki, hər bir musiqiçi üçün fərqli mədəniyyətlərlə tanış olmaq, onlarla bir yerdə ifa eləmək təcrübədir və bu təcrübəni bir musiqiçi olaraq yaşamaq çox gözəldir. Gördüyünüz kimi burada başqa ölkədən, başqa millətdən musiqiçilərlə bir yerdə çıxış eləyirdim və onlarla musiqi dilində dil tapmağa çalışırdım və bu da hər bir musiqiçi kimi mənim üçün də çox önəmli bir hadisədir. Mən Fuzeyra TV-yə çox uğurlar arzulamaq istəyirəm və gözəl-gözəl konsertləri, gözəl-gözəl tədbirləri işıqlandırmağa onlarda uğurlar arzulayıram. طبعا سعيده ان انا بشترك في حفل النهارده مع العازف الاذربيجاني شهريار. هو جاي من اذربيجان بيعزف اله التار، فهي تجربه جديده ان احنا اول مره نعزف مع حد بيعزف تار، يعني الاله نفسها جديده علينا. واحنا كاساتذه بيت العود كان المفروض ان احنا نشترك معاه واشتركنا معاه في الحفلتين دول، فانا شايفاها تجربه حلوه. يعني الفنان دايما محتاج ان هو يسمع ناس مختلفه ويسمع الات مختلفه ومقامات مختلفه وثقافات مختلفه موسيقيه عشان تقدري يعني تجمعي كل ده ويبقى عندك زخر كتير موسيقي. يعني ده بيخليكي طبعا بيسري الفنان جامد جدا في الموسيقى وفي كل حاجه ثقافيا وموسيقيا. يعني انا مبسوطه طبعا بقناه الفجيره لان انا شفتها في ثوبها الجديد، يعني فانا مبسوطه بيها ومبسوطه ان هي دايما بتغطي الايفنتس بتاعتنا كلها. يعني هو احنا اساتذه بيت العود، فاحنا مشاركين مع العازف شهريار، فيعني هم صدقوا الاساتذه كلهم في بيت العود عشان نشارك معاه في الحفل. المقام العربي بيفرض نفسه في اي مكان، يعني احنا اي بلد بنروحها اي حاجه، احنا الحمد لله شرفنا الامارات بره وشرفنا مصر بره كتير، فاي مكان بنروحه مجرد ما بنلعب العربي المقام العربي بتاعنا كل الناس بتندهش وبتبقى عايزه تسمع ايه ده واحنا بنقول ايه او بنعمل كده ازاي. ف اكيد اخذنا الحمد لله مكانه كبيره بره الحمد لله. دماغ الكالتشرز بيبقى حاجه كويسه، يعني احنا يعني هو النهارده هو عازف من بلد واحنا كلنا من بلد وبنلعب حاجتين مختلفين، فكل واحد بيقول الطعم بتاعه، كل واحد بيقول اللون بتاعه، ففي الاندماج ده بيطلع الموضوع حلو للجمهور في الاخر. بان الناجح اللي يشوف الحق غض عيانه، البيت علمنا ان اسم الفارس يبقى ولا حد يعرف اسم حصانه، البيت علمنا. نجاح هذه الفعالية في إيصال رسالة مهمة جدا، مهما اختلفنا في ثقافاتنا، مهما اختلفنا في جنسياتنا، نجتمع على أشياء مثل الفن، مثل الموسيقى، مثل الشعر، حتى وإن ما فهمناها لكن نقدر نشعر بمؤديها، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا المسرح يعني في مكان جدا غالي علينا في قصر المويجة، هذا القصر اللي ولد فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الله يحفظه حاكم الإمارات. مشاركة كانت جميلة شعرية واستمتعوا الجمهور، الحضور كان جميل جدا، قدمنا قصائد عاطفية منها ومنها قصائد يعني غزلية، استمتعوا الجمهور الموجودين. لا يمكن عزل الموسيقى عن الشعر أساسا، يعني وجهين العملة واحدة الموسيقى والشعر، وبس حسيت يعني لأول مرة يعني كلايف يعني شيء جميل جدا، يعني كان يعطينا أداء يعني لأول مرة أشعر بالكلمات بكل كلمة قاعد أقولها أثناء الموسيقى. قصر مويجعي قصر تاريخي، يعني فشرف كبير لي كوني كشاعر للعازفين
الموجودين لكل الموجودين قصر مويجعي، واتمنى ان يكون لنا ان شاء الله لقاء اخر يعني في نفس المكان هذا، اتمنى.